ثوان قليلة وبضع كلمات كانت تفصل بين توكل كرمان وأعنف هجوم ضدها. الخطيئة الكبرى أعلنت في السادس من شهر مايو وبالعنوان العريض: الناشطة اليمنية الأشهر تنضم لمجلس حكماء فيسبوك. أعلن القرار وعلقت أحبال المشانق والتخمين على فيسبوك وتويتر. لم تسلم الحائزة على جائزة نوبل للسلام من السب والشتم، حتى دماء الأبرياء المسفوكة حملت وزرها، انتهكت خصوصيتها وكرامتها، أقبح الألقاب ألحقت بها، والسبب أن هذه الأرض لا تتسع للجميع، إما معنا أو السلام. للناشطة اليمنية مواقف ووجهات نظر في قضايا اليمن والدول العربية الأخرى، مواقف يؤيدها البعض ويختلف معها آخرون، ويراها بعضهم تتسم بالجدلية والشعبوية. آراء كرمان وتوجهاتها السياسية عرضتها لحرب غير مسبوقة تدفق فيها الذباب الإلكتروني السعودي والإماراتي مع تدخل مصري من هنا وهناك، ثنائي الحرب على اليمن الذي رفعت الناشطة صوتها ضده في يوم من الأيام، ومنذ ذلك اليوم تلعن ألف مرة. لم يرى مهاجموها اختيارها كعربية مسلمة محجبة ضمن قائمة من 20 شخص للإشراف على محتوى فيسبوك وإنستغرام، اختيار تغنت به فيسبوك كونه يمثل مختلف الأديان واللغات والآراء. ولكن على فسحة الأرض العربية الوضع مختلف. عميلة قطرية ومشردة تركية، إخوانية الهوى، تؤيد الإرهاب، دكتاتورية وعدوة العرب، وما هذا إلا غيض من فيض ما وصفت به على تويتر وفيسبوك قبل أن توجه بوصلة الهجوم للمنصة الأكبر عالمياً، واتهام لمؤسسها مارك زوكربيرغ بالخداع وغياب الشفافية وانعدام الحيادية. فقدت السيطرة على الحملة الشعواء ضد توكل كرمان وتمددت، وخط اسمها على عناوين أشهر الصحف والمواقع العربية. هو التعيين الفضيحة، عاصفة الغضب، عين الإخوان في فيسبوك، صديقة قوى الشر، ولا تنتهي البلاغة العربية هنا لتختلط بلغات العالم وأبرزها الإنجليزية. لعل زوكربيرغ يفهم الكلام ويرى ما جنت يداه. طبعاً استمرت آلة التشويه ووصلت إلى اليمين المتطرف في العالم، جمعت الموقف العربي والإسرائيلي تحت راية واحدة، فلا غرابة في عصر التطبيع الذهبي. ضيق الخناق أكثر على كرمان، وتصاعدت مساعي إخفاء صوتها على المنصات الافتراضية. آلاف التواقيع جمعت على عرائض تطالب بإقالتها من مجلس فيسبوك. آلاف آخرون قرروا الانسحاب من المنصة الشهيرة وحذفها بسبب توكل كرمان. وربما الأمر أبعد من ذلك، لأن فيسبوك لم يحترم حرية التعبير وأطلق آلاته القمعية في وجه أكثر البلدان ديمقراطية في العالم، وخوف من أن يستخدم منشاره لتقطيع ما تبقى من المصداقية. تخاف توكل كرمان على حياتها اليوم. ليس التنمر وحده ما يقلقها، بل أن تصل أيدي الغدر إليها وتوجه منشارها نحوها. لعل هذا الخوف يزيد فيسبوك إصراراً للتشبث أكثر بها وفرض احترام التعبير عن الرأي مهما كان، ليس دفاعاً عنها فقط، خاصة وأن الشركة مع إعلانها أسماء أعضاء اللجنة عرفت أنها لن تكون محل ترحيب وربما اختلاف، الاختلاف الذي لطالما كان مفتاح القلوب.